تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في عملية انتخابية أشبه ما تكون بالمبايعة، أعلن بشار الأسد رئيسا لعهدة رئاسية رابعة مدتها 7 سنوات. بشار الأسد الذي كما تعلمون مشاهدينا الكرام فاز بنسبة 95.1% من أصوات 14 مليون ناخب سوري، لم يجري أي مقابلة صحفية خلال حملته الانتخابية، ولم يشارك في أي فعالية انتخابية أيضا، ولم يتوجه بأي خطاب سياسي إلى الشعب السوري كما هو معتاد في الحملات الانتخابية، خاصة منها تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. فأي نوع من الحكام يمكن أن يكون بشار الأسد؟ وهل هو امتداد طبيعي للحاكم العربي أم أنه أنموذج لنوع جديد من الحكام؟ بشار الأسد الحاكم العربي السابق واللاحق هو موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج اتجاهات، نلقاكم بعد الفاصل. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء أو هذه السويعة من الزمن في رحاب برنامج اتجاهات. قلت قبل قليل بشار الأسد الحاكم العربي السابق واللاحق هو موضوع نقاش في حلقة اليوم، وللاستفاضة أكثر في هذا الموضوع أتشرف باستضافة كل من الأستاذ الدكتور صفوان عصام حسيني، وهو باحث وأستاذ جامعي عن شمالي. أستاذ مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا دكتور صفوان. أيضا على يميني الأستاذ أحمد كروش، وهو مراقب دولي سابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام. أستاذ أحمد كروش مرحبا بك معي. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. ومشاهدينا الكرام أيضا عن طريق خدمة سكايب هذه المرة من إسطنبول التركية الصحفي والمحلل السياسي والناطق الرسمي باسم المعارضة السورية الأستاذ أحمد كامل. أستاذ مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد على تلبية الدعوة، ودمت معنا مباشرة عن طريق خدمة سكايب. سأبدأ معك مباشرة أستاذ أحمد، كيف تقرأ المعارضة السورية نسبة 95% التي فاز بها الرئيس بشار الأسد لعهدة رئاسية رابعة كما قلت سابقا مدتها 7 سنوات؟ الرقم غير صحيح. بالتأكيد بشار الأسد فاز ب 100%، لأنه حتى المرشحين الاثنين اللي ترشحوا شكليا ضده، لا أعتقد بأن واحد منهم تجرأ أن يصوت لنفسه. المخابرات كانت تشرف على هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها، لا يتوفر ولا أي شرط من شروط التصويت الحقيقي والصحيح، وكله كان بأجواء من الرعب. فأنا لا أتخيل أبدا أنه 5% من السوريين صوتوا ضد بشار الأسد، ولا يوجد ولا واحد يجرؤ أن يصوت ضد بشار الأسد من الذين صوتوا. هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها غير حقيقية، الأرقام غير حقيقية. الأرقام تقول بأن 14 مليون إنسان شاركوا في العملية، وهذا مستحيل، لأنه كما يعلم السادة المشاهدون وكما تعلمون سوريا مقسمة إلى 4 مناطق. منطقة يحتلها العدو الصهيوني الجولان السوري المحتل، هذه لم تجري فيها انتخابات، ومنطقة يحتلها تنظيمات كردية مع وجود جيش أمريكي وجيش فرنسي وجيش بريطاني، وهذه لم تجري فيها العملية، ومنطقة فيها المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي وأيضا لم تجري فيها العملية. هناك منطقة تعادل نصف سوريا فقط وفيها ثلث سكان سوريا، فيها 9.4 مليون نسمة، يعني بالضبط 35% من الشعب السوري، هي المنطقة اللي فيها النظام مع قوات الاحتلال الروسي، مع قوات الاحتلال الإيراني، مع قوات حزب الله اللبناني، مع كتائب شيعية شديدة التطرف والوحشية قادمة من العراق وأفغانستان وباكستان وإيران. نعم. فإذا تخيل معي في سوريا 10 جيوش أجنبية، 10. نعم.
أستاذ أحمد، طيب ليكون كما كنا نسمع يعني أرقام ربما خيالية مبالغ فيها، أرقام مزورة ومزيفة، أيضا انتخابات ربما أشرفت عليها المخابرات السورية وأسفرت على ما أسفرت عليه، لنتفق حول كل هذا بغض النظر عن النسبة المعلن عنها نسبة 95.1%. أستاذ أحمد، كيف نفسر نجاح الرئيس بشار الأسد في إجراء كما تعلم 3 انتخابات وبلاده تواجه أزمة معقدة غير مسبوقة، لم يكن ربما بإمكان جميع السياسيين حتى التفكير في إجراء انتخابات، بينما هو نظم انتخابات وفاز في هذه المرة الثالثة وبنسب يعني كبيرة جدا؟ هذه عملية سهلة بالنسبة لنظام استبدادي، عملية في غاية السهولة، يعني هي شوية أشخاص يرقصون ويدبكون، شوية أعلام وشوية صناديق اقتراع جاءت إلى الناس ب، أنا آسف أقول ذلك ولكن هذا حصل فعلا، بسيارات القمامة. فإذا حوالي 70% من الشعب السوري لم يشارك في هذه العملية، لم يشارك بها، 3 ملايين في المناطق الكردية لم تجري عملية أصلا، 4 ملايين في المناطق المحررة ومناطق وجود الجيش التركي لم تجري عملية مطلقا، 8 مليون نسمة هم خارج سوريا، 4.5 مليون في ألمانيا وتركيا لم تجري عملية انتخابية في تلك المناطق، وفي الجولان المحتل من العدو الإسرائيلي لم تجري عملية انتخابية، وفي كل دول العالم، في كل دول العالم التي تحترم شعوبها وتحترم كلمتها وتحترم كلمة انتخابات، إذا لم يستطع 1% من الشعب أن يشارك في الانتخابات بسبب فيضانات، بسبب قوة قاهرة، لأي سبب كان، تتوقف الانتخابات. في سوريا أكثر من 60% لا يستطيعون المشاركة، لم يدخلوا العملية أصلا، فهذه ليست انتخابات وهذا ليس فوز، وإنما عملية مسرحية تؤكد أن آل الأسد يهيمنون على سوريا منذ 51 سنة. فاز حافظ الأسد في عام 1970، ثم 1977، ثم في عام 1985، ثم في عام 92، ثم عام 99، ثم بشار فاز في 2000، ثم 2007، ثم 2014، ثم 2021. أب وابنه يفوزون في 6 انتخابات متتالية. أين حصل هذا في العالم؟ لم يحصل ولا يمكن أن يحصل فعليا، لا يمكن أن يحصل. طيب، في انتخابات حقيقية بشار الأسد لا يفوز ولا ب10%. طيب أستاذ أحمد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، سنتطرق إلى كل هذه النقاط فيما هو آتي من عمر البرنامج، وأسأل الآن مباشرة ضيوفي هنا في الأستوديو. أستاذ أحمد كروش، يعني أنت مراقب دولي سابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام، ربما خبرت كثير من المواسم الانتخابية في بلدان مشرقية ومغربية إلى غير ذلك. كنا نستمع الآن إلى الصحفي والمحلل السياسي السوري المقيم بإسطنبول أستاذ أحمد كامل، قال نحن كمعارضة لا نعترف بهذه الأرقام، قال أرقام مزورة مزيفة، قال أشياء كثيرة. يعني القاسم المشترك لو تتفق معي أستاذ أحمد، القاسم المشترك بين حكام الدول أو جميع الدول التي عاشت ما يمكن أن نسميه بين قوسين ثورات الربيع العربي، أنهم تقريبا سقطوا جميعا كأوراق التوت، باستثناء الرئيس بشار الأسد الذي سير وتحكم في زمام حرب ضروس، وفي عامها 10 تحدى العالم، نظم انتخابات وفاز بنسبة 95.1%. ماذا يمكن أن تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة بك وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الوطنية. فعلا ربما لو لم تكن هذه الانتخابات في هذه الظروف التي تعيشها سوريا، التي تعيش يعني معروف على أساس أن سوريا كانت عليها مؤامرة دولية ومؤامرة من كل الجهات، وخاصة في بدايتها من للأسف نقولها من الدول العربية كانت هي البادية في ذلك. ربما لو لم تكن في ذلك لكانت الانتخابات ربما تكون ليست بهذا الحجم. وفعلا حسب ما قاله ضيفك الآن، لو أن كانت هناك الآن سوريا تعيش
الويلات، تعيش الحرب، تعيش وجود يعني مجموعات إرهابية من كل بقاع العالم، كذلك تدخلات دولية، موجود جيوش دولية على أرض سوريا. كل هذه الأمور، نعم الآن الشعب السوري ربما نتيجة الانتخابات، وكما ذكرتم ربما في المقدمة على أساس أنه لا وجود لبرنامج انتخابي أو لا وجود لمداخلات صحفية أو لأن ببساطة بالنسبة للشعب السوري لبشار الأسد هو كيفية الحفاظ على وحدة سوريا وأن تبقى سوريا واقفة لا تنحني. وفعلا ربما إن أذنت لي أستاذ أحمد، يعني هذا هو السر في الموضوع وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه. يعني بشار الأسد بالنهاية يعني هو لا يزال تقريبا يعني خلينا نقول شاب، يعني في 55 من عمره، لم يتلقى تكوينا سياسيا، تلقى تكوينا علميا. يعني هو درس كما نعلم جميعا طب العيون ومارس السياسة منذ حوالي 20 سنة، يعني بعد وفاة حافظ الأسد رحمة الله عليه في سنة 2000. ومع ذلك يعني رغم خلينا نقول بين قوسين قصر الخبرة السياسية وبعد النظر السياسي، استطاع أن يسير أزمة معقدة كثيرا. يعني أزمة، أنت تعرف وأنت قلت قبل قليل أن سوريا تعيش أزمة معقدة كثيرا، يعني استطاع أن يسير هذه الأزمة ويتحكم في مفاصلها. وهذا هو سبب إعادة انتخابه من طرف الشعب السوري، ودائما الشعب السوري يتثبت فيه ويرى فيه هو أنه بشار الأسد هو وحدة سوريا. لولا لأننا لو نرجع إلى في بداية الأزمة في سوريا لما تكالبت عليه العرب والعجم، كانت هناك وصلوا إلى مرحلة من المراحل فقط أتركوا حزب البعث، أتركوا كل ما هو في موجود في سوريا، فقط يعزل بشار الأسد عن رئاسة سوريا. لأنهم يدركون تمام الإدراك على أساس أن الإسمنت الذي يجمع الجيش السوري العربي السوري والوحدة السورية هو بشار الأسد، وبالتالي كانوا يرون ضامن يعني للوحدة السورية، ضامن نعم الوحيد الضامن للوحدة السورية، وبالتالي كانوا يراهنون. المعارضة السورية تقول شيء آخر أستاذ أحمد. والله المعارضة يعني حتى يعني الآن لما سمعت ضيفك من تركيا من إسطنبول، حتى ذكر الاستعمار الاحتلال الصهيوني للجولان، ذكر الاحتلال الأكراد للحسكة، وكذلك الوجود الاحتلال الفرنسي والاحتلال الأمريكي إلا الاحتلال التركي لم يذكره، وقال عليه أنه داعم وأنه داعم لجيش النصرة وداعم للجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب وفي كل شمال سوريا، والتي يعني الآن تريد فقط أنها تحويل يعني التركيبة الديمغرافية في شمال سوريا من أجل. أستاذ أحمد إن كنت فهمت منك قبل أن أعود إلى الدكتور صفوان، يعني وهذا سؤال ربما في أقل من دقيقة أستاذ أحمد كامل، يعني كأنني فهمت من الأستاذ أحمد هنا في الاستوديو يقول أن المعارضة السورية الموجودة الآن في تركيا هي تستقوى بالسياسة التركية من أجل إسقاط النظام السوري وليس أكثر من ذلك. أنا مقيم في فرنسا، موجود في تركيا صدفة مرور، أنا لست مقيم في تركيا، أنا مقيم في باريس، وأنا مهجر من بلدي، لم أترك بلدي حبا بالهجرة، أنا مستميت لكي أعود إلى بلدي، ولكن هذا النظام المتوحش الذي قتل مليون مدني، مليون إنسان بريء، هذا النظام المتوحش يمنعني من العودة إلى بلدي، فلا تلومني لأنني لست في بلدي، أنا مهجر قسريا، وبشار الأسد موجود في نصف سوريا، هو الذي جاء بكل تلك الجيوش، هو الذي استدعى الروس، هو الذي استدعى الجيش الإيراني، هو الذي استدعى تلك القوات أو تسبب بوجودها، الجيش الفرنسي الذي طردناه نحن عاد إلى سوريا بسبب هذا النظام، والجيش الإنجليزي عاد، والجيش الأمريكي موجود، والجيش التركي حتى موجود في سوريا بسبب هذا النظام. هذا نظام قمة في الفشل. أي رئيس ينجح إذا في دولته 10 جيوش أجنبية؟ خليني أكرر عدد الجيوش الأجنبية: 1 الجيش العدو الإسرائيلي، 2 الجيش الروسي، 3 الجيش الإيراني، 4 جيش حزب الله اللبناني، 5 فصائل عراقية، 6 الجيش الفرنسي، 7 الجيش البريطاني، 8 الجيش الأمريكي، 9 PKK وهو تنظيم إرهابي أجنبي يحتل ربع سوريا وينهب ثلثي
ثرواتها زائد الجيش التركي. كيف يمكن أن يكون رئيساً ناجحاً ويضمن وحدة البلاد إذا البلاد مفتتة إلى 4 أجزاء وفيها 10 جيوش أجنبية؟ قل لي كيف؟ نعم، طيب ابقى معي أستاذ أحمد، سنعود إلى هذه النقطة أساساً وننطلق منها، ولكن قبل ذلك دعني أتوجه بالسؤال الآن إلى ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور صفوان عصام الحسيني. دكتور، يعني في بداية ما يسمى بالثورة السورية عام 2011 إن كنت تتذكر، تنبأ كثير من المحللين السياسيين ومن المتابعين للشأن السوري أن الرئيس بشار الأسد سيسقط لا محالة تحت ضغط الشارع المتزايد يوما بعد يوم، وهذا في ظرف أسابيع قليلة جدا من موعد انطلاق الانتفاضة. لكن ما حدث هو العكس دكتور صفوان، يعني الرئيس بشار الأسد صمد في وجه الثورة، صمد في وجه العزلة الدولية والضغط الخارجي. من وجهة نظر العلوم السياسية دكتور صفوان، كيف نقرأ شخصية من هذا النوع، شخصية تستطيع أن تصمد أمام رياح عاتية تهب من كل ناحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي زميلي الأستاذ أحمد وأحيي ضيفنا أحمد كذلك من تركيا. والله العظيم السؤال المطروح هو شاءت الأقدر أن في 2011 يعني كنت متواجد في دمشق، وعشت اللحظة الأولى للانتفاضة السورية عام 2011 نعم. أمام وزارة الداخلية، ربما الأستاذ يؤكد ذلك، أنها بدأت بامرأة ورجلين في الساحة الحمراء قرب وزارة الداخلية في دمشق. بعدين الأمور سارت كما تعلمون. لكن قبل أن أجيبك على السؤال، فقط أنا هناك تعقيب. نعم تفضل أستاذ. تفضل به الأستاذ أحمد. والله إذا كانت المخابرات السورية يعني هي التي تدخلت في الشأن السياسي السوري، لو لم تتدخل المخابرات السورية إن كان ذلك موجود، فالبديل هي المخابرات الإسرائيلية، والبديل هي المخابرات الأمريكية، وهي المخابرات معنى هذا. إذا كان سمحت لي دكتور صفوان، انسحاب المخابرات السورية من اللعبة السياسية يتيح الفرصة لمخابرات أخرى ومنها المخابرات الصهيونية كي تتدخل أكيد وتفرض وجهة نظرها. نعم أكيد. يعني فقط تعقيب على ما تفضل به الأستاذ أحمد من تركيا. نعم. والسؤال المطروح يعني مادام أنه أكد الوجود الأمريكي وأكد الوجود البريطاني وأكد الوجود الفرنسي، فكيف لم يتمكنوا من تغيير المعادلة في قلب سوريا؟ هذا سؤال يطرح، سؤال قابل للنقاش. يعني حتى لا نتهم طرف. نعم. ولا ندعم طرف، بل نحن من الجزائر. ولكن قد يقول دكتور صفوان، قد يقول قائل أن هذه القوى المتواجدة الآن في سوريا والتي كان يحصيها الدكتور الأستاذ أحمد من إسطنبول موجودة أساسا لحماية الرئيس بشار الأسد وليس للإطاحة به. لا، هذا شيء ربما الأستاذ أحمد من تركيا يدرك شيء عظيم، أن سوريا. نعم. هي عين الشرق الأوسط، يعني هذا معروف منذ الأزل. من يملك سوريا؟ ملك الشرق الأوسط. نعم. لأنها عين الشرق الأوسط، وهو يدرك جيدا ذلك. لكن نحن كجزائريين نلاحظ من بعيد ربما بشيء من الموضوعية. ها؟ بشيء. نعم. بشيء من الموضوعية. وحتى الأرقام اللي تفضل بها الأستاذ أحمد، ربما نضيف له معلومة فقط، أن بشار الأسد حصل على 95.1% من الانتخابات من مجموع 78.6 من الناخبين، وليس 100% من الناخبين. وكان أظن بأن هو يدرك كذلك بأن المترشحين عبد الله سلوم ومحمد أحمد مرعي، محمد سلوم تحصل على 1.3% وأحمد مرعي تحصل على 3.3%. يعني فرق شاسع، يعني فرق شاسع رهيب. لا، هو فرق شاسع، لكن الأرقام تقرأ في محيطها الإقليمي وفي محيطها الدولي. لا يمكن هكذا أن نصدر أحكام يعني بهدف أنني أعارض أو أساند، لكن هناك معطيات إقليمية يجب أن نناقشها، وهناك معطيات دولية يجب أن نناقشها. نعم. بالنسبة للقراءة الأرقام في المعطيات الدولية، كما يعلم الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يرفضون هذه الانتخابات كلها. لماذا؟ لأنها لم تشرف عليها الأمم المتحدة. صحيح. وقد أجاب بشار الأسد بالكلمة تعليقا على ذلك، قال هذا الكلام صفر. الآن الظروف الإقليمية، الشريط الحدودي السوري هو حقيقة شريط من النار، فيها في إسرائيل، فيها تركيا. الأخ، احنا لا نكن العداء لأحد، لكن نحلل فقط. نعم. يعني العدو السياسي الأبدي لسوريا هي تركيا،
وكلنا نعرف ذلك منذ عهد الرئيس حافظ الأسد. نعم. وكلنا يعني حتى النواة الأولى للمعارضة السورية تشكلت في تركيا يعني على الأراضي التركية بطبيعة الحال. نعم. بطبيعة الحال لماذا الوجود التركي الآن في 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 سوريا والأستاذ أحمد لا يمكن أن ينكر ذلك، لماذا لم تغير المعادلة السياسية ببساطة يعني كمراقب ومحلل من بعد ببساطة؟ لأن الأمر حاليا ووجود بشار الأسد حاليا في سوريا هذا ربما تكهنات، هذا لا يزعج تركيا ولا يزعج إسرائيل لأن الأمر مسيطر عليه. نعم. الآن بقاء الرجل أو ذهب الرجل أظن بأنها أمور تجاوزتها المعطيات الجيوسياسية في 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 سوريا، بل هناك معطيات أخرى وأكثر. يعني الأمر الذي يجب أن يطرح يعني لا يمكن الحديث على أن أمريكا وأوروبا غادرت سوريا، بل هناك وجود بالوكالة، هناك من هو موجود منذ 2018. صحيح. هناك دولة عربية لا داعي لذكر اسمها أنها موجودة في 2018 وأعادت العلاقة الدبلوماسية مع سوريا لهدف ما. ما هو هذا الهدف؟ الآن مع التطبيع العربي الإسرائيلي بدأت الأمور تتضح. على هذا على كل حال بالنسبة للمعارضة، المعارضة السورية لها الحق أن تعارض بأفكارها، أن تعارض بمجهودها، لكن يجب التبصر لأن سوريا ليست غالية إلا على السوريين بل على العرب جميعا. طيب. في هذا قبل يعني أن لأننا نقترب شيئا فشيئا دكتور صفوان من نهاية الجزء الأول من البرنامج، دعني أسألك الآن، يعني كاتبة فرنسية من أصول عربية تدعى مريم بن رعد كتبت قبل أيام قليلة تقول الرئيس الأسد ينبغي، هكذا كتبت هي تقول، ينبغي أن يكون الشخصية العربية الأبرز عام 2021، وأنه كان يعني تقصد الرئيس بشار الأسد كان يستحق هذا اللقب على الأقل خلال السنوات الأربع الأخيرة، هل تتفق مع هذه الكاتبة؟ يا مريم برعد على كل حال هي معروفة بخرجتها، المشكل ليس أن أتفق معها أو لا، المشكل هو أن الواقع حاليا الواقع يفرض 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 ذلك. يعني لو نحلل يعني التركيبة السورية أو التركيبة العربية بصفة عامة، ما دام هناك رئيس التف حول الجيش، مدام هناك رئيس حقق الإجماع في القاعدة في الجيش العربي السوري الذي صمد أكثر من 10 سنوات. نعم. يعني هذا دليل كافي يعني لكي نقول بأن الأمور نوعا ما في سوريا تستحق أكثر من هذه التعليقات، تستحق رؤية أخرى، تستحق تحاليل سياسية، تستحق تحاليل دبلوماسية، لكن ما خفي أعظم. نعم. لأننا ما نرى حاليا ليس هو الشأن، بمعنى أن المشكل في سوريا دكتور صفوان تجاوز الآن عقدة الرئيس بشار الأسد إلى أبعد من أكيد أكيد أكيد. الآن نحن نشوف بأن هناك محاولة من السعودية لإعادة المياه إلى مجاريها رغم أنها ليست في إطارها الرسمي، لكن هناك محاولة. الجانب القطري اعتدل نوعا ما في تصريحات وزير الخارجية القطري مؤخرا، هناك تعديل نوعا ما في الكلام بين الأردن وسوريا، سمن على عسل منذ القدم. الآن المشكل يطرح نوعا ما لبنان، حزب الله، إيران. طيب ما رد هذه المراجعات في المواقف دكتور صفوان؟ لا، هو هذه المراجعات تفرض نفسها حتى على مستوى الأمم المتحدة، لأن المحللين السياسيين يعني الآن هم محللين في مخابر ولا يحللون هكذا يعني معطيات ظاهرة، لأن ما يظهر إلى العيان معروف لدى الجميع، لكن ما هو خفي هو الذي يحدد مسار سوريا مستقبلا. نعم. طيب تتفق مع الدكتور صفوان أستاذ أحمد في هذه النقطة بالذات؟ نعم، وأكبر دليل ذلك على أساس أن لما كانت الأمور في بدايتها، نرجع فقط إلى تصريحات وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم. نعم. لما كيف بدأت المؤامرة على سوريا، وكيف كانت الجامعة العربية لأول مرة في التاريخ أن يسمح أن الجامعة تصدر قرار بتسليح المعارضة. نعم. تسليح المعارضة، المعارضة نعرفها سياسية وليست معارضة مسلحة. إذن بمجرد كذلك لما نتكلم عن هذه الجيوش التي ذكرها زميل من 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 اسطنبول، على أساس فعلا هي موجودة الآن في سوريا، لكن من دخل أولا
من فتح الحدود الأول للإرهابيين فتحت تركيا حدودها 950 كيلومتر، كل الحدود فتحت للإرهابيين، جاءوا من كل بقاع العالم من أجل ضرب سوريا. لكن اللي نعرف حزب الله دخل في سوريا في 2013 ودخلت روسيا في 2015. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد من إسطنبول يريد أن يعقب، تفضل أستاذ. حتى ما أكون شاهد زور، حتى ما أكون شاهد زور الذي بدأ القتل، نحن باعتراف السفاح بشار الأسد قال بأن الثورة ظلت سلمية منة أشهر، ثمانية أشهر لم يستخدم الشعب السوري السلاح، باعتراف السفاح بشار الأسد. ثمانية أشهر هذا وقت كافي لعشرات الثورات، ولكن النظام هو الذي استخدم السلاح، هو الذي قتل مليون مدني سوري وهجرت من ملايين سوري. ويبدو أن ضيوفك بالنسبة لهم هذا تفصيل لا يستحق ذكر. مليون شهيد، أنتم بلد المليون شهيد ونحن ثورة المليون شهيد. مليون شهيد، نفس عدد شهدائكم في الجزائر سقط في سوريا على يد النظام السفاح الذي ورث السلطة بالقوة والقهر. 8 ملايين سوري تم تهجيرهم. نعم. أكثر من الجزائريين. طيب. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، لا 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 فقط يعني أدركنا الوقت، إن كنت تأذن لسنتوقف عند هذا الفصل وأعدك بأنني سأعود إليك مباشرة بعد بداية الجزء الثاني. إذن مشاهدي الكرام نتوقف عند هذا الفصل ونعود لنواصل النقاش في الجزء الثاني من البرنامج. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد إلى هذا الجزء الثاني من برنامج اتجاهات. بشار الأسد الحاكم العربي السابق واللاحق، هذا هو موضوع نقاش حلقة اليوم من برنامج اتجاهات. قبل أن نتوقف عند الفاصل كنت توقفت مع ضيفي من إسطنبول التركية الأستاذ أحمد كامل. أستاذ وعدتك أنني سأعود إليك بعد بداية الجزء الثاني، إذن تفضل لتكمل الفكرة التي كنت تتحدث فيها. الملاحظة الأولى هو صدمتي الشديدة بلا مبالاة الضيوف بقتل حاكم لمليون إنسان من شعبه، هذا ليس تفصيل، هذه نقطة هائلة. الجريمة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر هي قتل مليون إنسان، وهذا الوحش قتل مليون سوري بريء لأنهم فقط طالبوا بالحرية. مطلب الشعب السوري وحيد هو الحرية، هو أن ننتخب حاكمنا، هو حقوق البشر الأساسية غير المتوفرة غير المتاحة للإنسان السوري. والعدو الأول للشعب السوري ليس تركيا، هو إسرائيل. عدونا الأول هو إسرائيل، هو العدو الصهيوني. كيف اختلفت معكم وصار تركيا؟ ليش؟ عدونا الأول إسرائيل، وعدونا الثاني هو فرنسا التي احتلتنا. إسرائيل رقم واحد وفرنسا رقم اثنين، ليش صار تركيا رقم واحد؟ مين سواها تركيا رقم واحد؟ نحن ثرنا ليس بإشارة من الخارج، لأننا محرومين من حقوق البشر الأساسية، لأن سوريا تم تمزيقها. هذا النظام استدعى قوات أجنبية لسوريا. أين السيادة؟ أين الوحدة؟ سوريا الآن أربع قطع، واحدة مع العدو الصهيوني، واحدة مع أمريكا وفرنسا وبريطانيا والأكراد، واحدة مع تركيا، واحدة مع الروس والإيرانيين. ما في قسم في سوريا ولا شبر واحد من سوريا يحكمه سوريون، ولا شبر. وين السيادة السورية؟ وين وحدة سوريا؟ إذا هي أربع أجزاء فيها أربع أعلام فيها أربع قوات أجنبية، هل يوجد أفشل في العالم من حاكم تسبب أو استدعى؟ هو قال للروس تعالوا، هو قال للإيرانيين تعالوا، هو قال للبنانيين تعالوا، هو قال للتنظيمات الهمجية الشيعية العراقية تعالوا، والباكستانية والأفغانية، هو جلبهم إلى سوريا، هو جلبهم إلى سوريا. هل يمكن أن يكون حاكم ناجحاً إذا نعم. استجلب قوات أجنبية ليبقى في السلطة؟ هو موجود بالسلطة بسبب الدبابات الروسية والطائرات الروسية. نعم أستاذ أحمد، إن أذنت لي سأحول كل هذه المعطيات التي كنت تتحدث بها إلى سؤال أطرحه هنا على ضيفي في الأستوديو. أستاذ أحمد كروش، يعني هذا السؤال موجه إليك خصيصا. أستاذ أحمد من إسطنبول يقول نحن لا نكره بشار الأسد لمجرد أنه بشار الأسد، أو نعارضه لمجرد أنه بشار الأسد، بل لأنه قتل كذا من السوريين، بل لأنه أفقد سوريا سيادتها والآن أكثر من قوة تتحكم في سوريا. ماذا يمكن أن تجيب؟ ولن من قتل ومن بدأ بالقتل
ربما صحيح في أي حرب وفي أي وجود نزاع داخلي ومشاكل فيه قتل وفيه تدمير وفيه تحطيم وفيه كل الموبقات الموجودة، لكن من جاء بالإرهابيين، من أوصل الإرهابيين، من أعطاهم السلاح ومن أعطاهم المال ومن أعطاهم الفتوى ومن أعطاهم التدريب ومن فتح لهم الحدود، جاءوا من أفغانستان وجاءوا من داغستان وجاءوا من كل البلدان، حتى المجرمي النظام العام أخرجوا من السجون دول عربية وجاء بهم إلى سوريا. هؤلاء الذين هم من عاثوا في الأرض فسادا، هم من قتلوا الشعب السوري، هم من ذبحوا الشعب السوري، ونحن عشنا الإرهاب ونعرف ما معنى الإرهاب وما طيب. هي مشاكل الإرهاب. واضح جدا، وصلت الرسالة أستاذ أحمد. قبل أن أعود إلى أستاذ أحمد كامل من إسطنبول، دعني أطرح هنا سؤال وأتوجه بالسؤال لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور صفوان. دكتور، يعني بعيدا عن منطق المعارضة الذي نتحدث به والموالاة، بعيدا عن المواقف الشخصية وحتى الأيديولوجية من الرئيس بشار الأسد، قد نكره بشار الأسد، قد نحب بشار الأسد، هذا أمر آخر. البعض يقول من غير المنطقي ونحن في سنة 2021 وحال الأمة العربية على ما هي عليه أن يجري حاكم عربي انتخابات ويفوز بنسبة 95%، التي ربما تتفق معي إن قلت لك لا تختلف عن 100%. بطبيعة الحال المقدمة يعني التي تفضلت بها يعني في صميم، لكن ربما نتفق مع الأستاذ أحمد في الجزائر والأستاذ أحمد في تركيا. لا زال مفعول اتفاقية سايس بيكو يسيطر على الأوضاع في الشرق الأوسط، شئنا أم أبينا. لم نتخلص من اتفاقية سايس بيكو. ما يحدث الآن، ما حدث وما يحدث في فلسطين وما يحدث في الأردن وما يحدث في لبنان وما يحدث في سوريا، هي نتيجة اتفاقية سايس بيكو. لم نتحرر منها. تداعيات سايس بيكو. لا زال تداعيات سايس بيكو الآن تفرض نفسها. والخطأ الذي حقيقة يعني إن شئت أن نقول بأن الحكام أو السياسيين إلى غير ذلك، لم نتخلص من اتفاقية سايس بيكو، اللي هي سارية المفعول، ولازلت إسرائيل هي التي تسيطر على المنطقة شئنا أم أبينا. هذه معطيات واضحة. إسرائيل تسيطر بالسلاح أو تسيطر بالسياسة أو تسيطر بالفكر، فهي التي تملي على العرب كل الخطوات التي يجب اتباعها بطريقة مباشرة في بعض الدول وبطريقة غير مباشرة كما هو الشأن الآن في سوريا. الآن الأستاذ أحمد من تركيا، بطبيعة الحال نطرحها على كل الأموات في سوريا. نحن ما يهمنا تهمنا سوريا، نعم، جغرافيا سوريا جغرافيا، نعم، ويهمنا الشعب السوري أكيد من جانب الإنساني. لكن الأستاذ أحمد، تحت كل حاكم هناك مظلوم، وفوق كل مظلوم هناك حاكم في صح. كل الدول، لكن تختلف المعطيات بالأساليب إلى غير ذلك. الآن يعني القضية الجوهرية هو أن سوريا ذات قيمة في الشرق الأوسط، لديها قيمة استراتيجية قوية. أنا أتذكر جاءني هكذا يعني شيء ما، دمشق هي أول عاصمة ذات طابع مدني في العالم، في العالم قبل الحضارة البابلية، قبل الحضارة أول أقدم الحضارات، نعم، من أول مدينة لها طابع مدني هي دمشق. صحيح. هل يظن الأستاذ كامل من إسطنبول أنه ينم بعين يعني مطمئنة حتى ولم تعيش سوريا الأحداث هذا؟ لا، هو يعني وهو يقول لك، قال قبل قليل وكررها، قال أنا مهجر، هجرت من بلدي واضطروني لعيش خارج سوريا. أكيد نعم، نتقاسم معه الأوجاع ونسانده إلى غير ذلك، نعم، لكن نسانده إن شاء أن يكون في الجزائر فأهلا وسهلا به، نعم، لكن أن نسانده بالسلاح لقتل الإخوة في السوريين، أظن بأننا في الجزائر طبعا هذا ليس لا نسعى، نعم، لا نسعى، نعم، إلى ذلك. طيب أستاذ صفوان، دعني أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد كامل من إسطنبول. أستاذ، يعني بالنهاية استمعنا إلى ما استمعنا إليه من الضيفين هنا في الأستوديو، بالنهاية يعني بشار الأسد استثناء للحاكم العربي أم تكريس لأنموذج الديمقراطية العربية؟ أنا مصدوم جدا من خطاب السيدين اللي عندك، الذين لا يبالون بحياة البشر، لا يبالون بحقوق الإنسان. المشكلة في سوريا هي التالية، هي أننا نحن السوريون محرومون من حقوق الإنسان، محرومون من حقوق البشر. حكمنا فاز 5 مرات حافظ الأسد، وبعده بشار الأسد 4 مرات،
وفي بشار ابن حافظ الأسد يستعد للحكم. نحن الدولة الأولى في العالم بعد كوريا الشمالية اللي هي الجمهورية الوراثية، شيء أنتم لا تعرفوه يا أصدقائي، يا أهل الجزائر، يا أحبابي، أنتم لا تعرفوه، لم تروه، لم تروا رئيساً يورث الحكم لابنه، رئيساً يفوز 5 مرات ثم ابنه 5 مرات ثم حفيده سوف يحكمنا 15 مرات. هذا أنتم لا تعرفون عن ماذا تتحدثون. أنا سأقول لكم، نحن مستعبدون من قبل أقلية من 5% من الشعب السوري، جلبت إلينا مستعمرين. أنتم يا شعب الجزائر ضحيتم، أنتم أجمل ثورة في العالم كله، أنتم مثال لنا، نحن نعتبركم مثال لنا، مثال للتضحية. أنتم ثورة المليون ونحن تاني ثورة مليون، قدمتم 1,000,000 شهيد من أجل الخلاص من المستعمر. نحن في عنا حاكم جاب مستعمرين، جاب 10 مستعمرين، في منهم جابهم هو طلبهم وأعطاهم عقود إلى الأبد، وفي منهم بسببه جاءوا إلى سوريا، بسبب انهيار الدولة، بسبب الحرب جاءوا إلى سوريا. هل يوجد في الكون حاكم جلب إلى بلده 10 جيوش أجنبية؟ هل يوجد في الكون حاكم يستحق الاحترام وهو اتصل بالروسي وقال له تعال، واتصل بالإيراني وقال له تعال، واتصل باللبناني وقال له تعال، واتصل بالعراقي وقال له تعال، وتحتل فرنسا، فرنسا عادت إلى سوريا، فرنسا كانت تستعمرنا، نحن طردنا فرنسا وقاتلناها في سوريا، وهذا النظام أعادها إلى سوريا. العالم الفرنسي مرفوع في شرق وشمال سوريا، والأمريكي والبريطاني، والنظام لا يطلق رصاصة عليهم، والنظام لا يطلق رصاصة على إسرائيل. هدول أعدائنا، العدو الأول إسرائيل لا يطلق النظام رصاصة عليه، عدونا الثاني فرنسا ولا رصاصة واحدة، كل رصاص النظام هو على المدنيين. علينا نحن الذين هدفنا الوحيد، هدفنا الوحيد المطالبة بالحرية، المطالبة بدولة ديمقراطية، دولة مثل تونس، دولة مثل ألمانيا، دولة مثل ماليزيا، هذا كل ما نريده، ونحن نقتل فقط لهذا السبب، فقط لهذا السبب. من أهدافنا نحن، أهدافنا، هدفنا الوحيد سوريا بدها حرية. مظاهرات الملايين في سوريا فيها شعار واحد، سوريا بدها حرية، نحن نريد الحرية. ولأننا طالبنا بالحرية قتلنا وهجرت من ملايين، 8 ملايين يا ناس، شيء لم يحصل في العالم كله ولا في الجزائر. في الجزائر قتل 1,000,000 ولكن لم يهجر 8 ملايين، وأنا سعيد بأنه لم يهجر. طيب، واضح جدا أستاذ أحمد، أنا أتفهم كل هذه الأسئلة التي تطرحها، أتفهم كل هذه الأوجاع، ولكن بمقتضى ذلك دعني أسألك هنا مرة أخرى أستاذ أحمد في حدود دقيقة أو دقيقة ونص، لماذا فشلت المعارضة السورية، أو خليني نقول خصوم الأسد، خصوم الرئيس السوري بشار الأسد، من تشكيل جبهة واحدة موحدة قادرة أولا على الإطاحة ببشار الأسد الذي بقي ربما لسنوات معزولا عربيا دوليا في مواجهة عقوبات لم يتعرض لها أحد من الرؤساء؟ أحسنت، هذا هو السؤال الأساسي. نحن هزمنا النظام في عام 2012، كان النظام على وشك الانهيار، فاستدعى جيش حزب الله الإرهابي اللبناني الطائفي المتطرف، هزمنا النظام، فاستدعى جيش لبناني أجنبي فهزمنا الاثنين معا في عام 2014، فاستدعى إيران فهزمناه هو وحزب الله وإيران، فاستدعى روسيا في عام 2015 وحتى الآن لم نستطع أن نهزم روسيا. يعني نحن هزمنا النظام وهزمنا حزب الله وهزمنا إيران، ولكننا لم نستطع أن نهزم إيران والنظام وحزب الله وروسيا، لأن هذا كثير علينا، ولكننا هزمناه من عام 2012. وهذا الكلام قاله حسن نصر الله، قالوا له، قال له الروسي لماذا تدخلت في سوريا؟ قال له لأن النظام انهار. ثم سألوا الإيراني لماذا تدخلت في سوريا؟ قال لأن النظام كان على وشك الانهيار. وسألوا الروسي في 2015 لماذا تدخلت في سوريا؟ فقال لأن النظام كان على وشك الانهيار. نحن هزمنا النظام، ثم النظام وحزب الله، ثم النظام وحزب الله وإيران، ولم نستطع أن نهزم النظام وإيران وحزب الله وروسيا، لأن هذا كثير. واضح جدا أستاذ أحمد، الفكرة عارف. الفكرة وصلت أستاذ أحمد. طيب أستاذ أحمد كروش، يعني بعيدا عن منطق الأرقام التي نتحدث بها،
وكما تعلم يعني الأرقام بالنهاية هي صناعة بشرية يصنعها الإنسان ويتحكم فيها كيفما أراد. كيف نفسر صمود الرئيس بشار الأسد أمام كل المصاعب والمتاعب والمخاطر التي يواجهها داخليا وخارجيا؟ الرجل كما قلت سابقا يعني صمد أمام حرب مدمرة ونظم في خضم هذه الحرب 3 انتخابات وفاز بها بأرقام خليني أقول سواء كانت يعني مزورة أو غير مزورة أرقام يعني كبيرة جدا. أولا أن يعني الرئيس بشار الأسد يعني لما هو موجود كما قلنا هو الآن أصبح بالنسبة للشعب السوري هو الدليل الأساسي في وحدة سوريا، لأن الشعب السوري الآن أصبح يعني همه والشغل الشاغل هو كيفية هزيمة الإرهاب، وكذلك هو أن تبقى سوريا موحدة وأن لا يعني تتفتت أكثر فأكثر، وبالتالي يرى الشعب السوري في ذلك. كذلك لأن لو نرجع للدول الأوروبية أو الدول الغربية بصفة عامة، هم يريدون ماذا يريدون من سوريا؟ يريدون عدم إجراء انتخابات، لأنهم يريدون ببساطة الفراغ، فراغ يعني الدولة بدون رئيس، وهنا تصبح المشاكل والتدخلات الأجنبية أكثر فأكثر. نرجع فقط للأخ، من كان، ما هي المسميات والكيانات التي كانت تسيطر على دوما وتسيطر على محيط دمشق وفي الحسكة وكذلك في حمص، وفي ما هي المسميات التي كانت تسمى هذه المجموعات الإرهابية التي كانت تقتل؟ من سلح المعارضة، من سلح المعارضة حتى تصبح يعني فيه صدام بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة؟ وهنا بدأت القتل وبدأ التدمير وبدأت يعني الأرواح تسقط كل يوم وسقطت مئات الآلاف من الأرواح. أستاذ دعني أسألك حتى نوضح أكثر، يعني بنية، نتحدث عن بنية النظام السوري من الداخل، يعني ربما الجميع اتفق أنها لم تفرز شخصيات قيادية ربما يمكن أن تلعب دورا إلى حد ما في مواجهة بشار الأسد الذي ينفرد بكل شيء. أنا أقول شيء، والله أي رئيس في أي دولة لو لم يكن مدعوم من جيشه ومن شعبه لما استطاع أن يصمد كل هذا الصمود لمدة 10 سنوات وفي كل هذه الضغوطات وكل هذه المؤامرات، لكنه استطاع. يعني ببساطة أن الشعب السوري هو مع بشار الأسد، وبالتالي استطاع البقاء واستطاع الصمود، وإلا كان يسقط. طيب عند هذه النقطة خلينا نروح الدكتور صفوان. دكتور صفوان، يعني مثل ما كان يتحدث قبل قليل الأستاذ أحمد كروش، يعني الأسد أظهر خليني أقول بين قوسين قوة خرافية في التحكم في مؤسسة الجيش السوري الذي كما تعلم يعني لعب دورا بالغا في حماية النظام حتى في أسوأ أوضاعه ومثل ما يعيشه الآن في هذه المرحلة. هنا سؤالي تحديدا دكتور صفوان، يعني هل يعود الأمر لقوة الأسد وربما إلى دهائه الذي ورثه عن والده حافظ الأسد، أم لكون الجيش السوري ربما خلينا نقول يعني جيش عقائدي ونظامي إلى حد ما؟ نعم، على كل حال سؤال في محله، لأن الجوهر يكمن في هذا السؤال، وربما زميلنا من تركيا ربما سيوافقنا الرأي. تقريبا 80% من تركيبة الجيش السوري وهي ذات انتماء علوي، هي ذات انتماء علوي، نعم، خصوصا فيما يخص الأجهزة الأمنية والمخابرات إلى غير ذلك. تقريبا 80% كلهم من العلويين، ونحن نعرف بأن الخصائص في 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 في, في الوطن العربي يعني يشتد قوامها عندما تسيطر هذه الأمور العقائدية وهذه الأمور الانتمائية. أظن هذا عنصر من العناصر يعني التي سمحت لبشار الأسد يسيطر نوعا ما على المعطيات. لكن لو سمحت لي الأستاذ، شيء مؤسف جدا، بتعليق فقط. نعم، الأستاذ أحمد كامل من سوريا يبدو أنه لا يتفق معك في هذا الطرح، ولكن أقول له تابع معي الإجابة ثم نعود إليك. يعني أنا فقط مع أنني يعني الأستاذ كامل من تركيا، على كل حال نتمنى أن تتوحد المعارضة السورية، نتمنى أن تخرج باتفاق، وما نريده هو الوحدة السورية الترابية والوحدة السياسية. لكن أريد فقط من الأستاذ كامل، لماذا عندما يتعلق الأمر بميليشيات حزب الله كل المعارضة
يعني تدير أضواء إلى حزب الله، وعندما تقصف إسرائيل سوريا فلا أحد يتكلم عن ذلك. يعني مفارقة عجيبة يعني. احنا كملاحظين لا ما مفارقة ولا عجيبة، مفارقة عجيبة يعني. بجاوبك. أنت تطرح سؤال، خلي الأستاذ أحمد كامل من 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 إسطنبول يجيب عن هذا السؤال. تفضل أستاذ أحمد. حزب الله جيش شيعي محض، طائفي محض، لبناني. هل تقبل يا أستاذ أن يدخل أحد تونسي؟ تونس دولة شقيقة نحبها جميعا، هل تقبل أن يدخل حزب تونسي يقتل الجزائريين ويفرض عليهم من يختاروا رئيسهم؟ ما في جزائري عنده شرف يقبل ذلك، لا يمكن أن يكون جزائري عنده شرف يقبل ذلك. ونحن لا نقبل هذا الحزب اللبناني الشيعي الذي تمويله كله من إيران، هذا قال حسن نصر الله، سلاحنا من إيران وقرارنا من إيران ومالنا من إيران ورواتبنا من إيران. هل تقبل يا جزائري أن يحكمك تونسي؟ لا تقبل. هل تقبل أن يحكمك مغربي؟ لا تقبل. هل تقبل أن يتدخل مصري شقيقك الأعز على قلبك؟ هل تقبل بأن يتدخل في اختيارك لرئيسك؟ لا تقبل. هذا هو الموقف الطبيعي، ونحن لا نقبل أن يتدخل أحد في اختيارنا لقرارنا لمصيرنا لرئيسنا. حزب الله وإيران وروسيا وكل هذه الدول وإسرائيل تدخلت لمنعنا من أن نكون بشراً، لنا حقوق البشر الطبيعية، ولذلك حزب الله محتل لأرضنا، ولو كان شقيق ولو كان يقاتل إسرائيل. أستاذ أحمد، هذه لا قيمة لها. أنا بلدي، أنا بدي أحكمها بدون لبناني وبدون إيراني وبدون عراقي وبدون تركي وبدون روسي. لماذا لا يضايقك الاحتلال الروسي؟ هذا غريب، هذا غريب بالنسبة لواحد جزائري أن تكون حساسيته ضعيفة بهذا الشكل على الاحتلال الفرنسي لربع سوريا، على الاحتلال الروسي لنصف سوريا، على الاحتلال الإيراني. كيف أنتم بلاد رفض الاحتلال ما عندكم هذه الحساسية؟ وأنا أقصد الشخصين فقط اللي معك، أنا كل أصدقائي جزائريين وأعيش في فرنسا في وسط جزائري، كل أصدقائي جزائريين. طيب أستاذ أحمد، حساسيتم تجاه يا أستاذ أحمد أجنب. رسالتك وصلت أستاذ أحمد. دعني أسألك هنا أستاذ أحمد، لأننا نقترب من نهاية البرنامج، دعني أسألك هنا في أقل من دقيقة لو سمحت، هل تتفق معي أستاذ أحمد إن قلت لك إن الأسد استفاد ربما من تقاطع عوامل داخلية وخارجية؟ خلينا نتكلم عن العوامل الداخلية. هنا أقول لك أبرزها تحكمه في قوى الأمن والمؤسسة العسكرية. هذا نجاح تسميه؟ إنه يكون شخص يقتل مليون ويهجر من ملايين، ومتحكم عبر المخابرات والجيش والقتل بكل أجهزة. هو الأخ قال 80% من الجيش علويين، 100% من أصحاب القرار في سوريا علويين، يعني من طائفة عدد سكانها 5%. كيف تقبلون أن تحكم 5%، 95%؟ كيف تقبلون ذلك؟ هذه جريمة بشعة، هذا نقيض الحرية ونقيض كرامة البشر. 5% يحكمون، 95% بالحديد والنار، والانتخابات صارت بالحديد والنار، والحكم بالحديد والنار، والآن السوري في حالة مجاعة. كيف تسمون ذلك نجاحا إذا في 10 جيوش أجنبية؟ هذا الرئيس يحتاج جيوش نصف الكرة الأرضية لكي يحكم نصف سوريا، هذا هو الوضع في سوريا. نعم. ودخل طيب المواطن السوري 10 يورو، 10 يورو فقط. أستاذ أحمد، ومجاعة وقتل وتهجير وعشر جيوش أجنبية، والأخين يقولوا لك طيب نجاح. وصلت الفكرة أستاذ أحمد، دعني الآن يعني أفسح المجال للأستاذ أحمد كروش يريد أن يعقب هنا من الأستاذ. تفضل أستاذ في أقل من دقيقة. فقط أقول أن لما لا نقبل دخول الأجنبي، وهذا لا أحد يعني يقبل به تدخل لكن من أدخل 83 جنسية إلى سوريا وسلحها لتقتل الشعب السوري، من أدخل 83 جنسية جاء من الشيشان ومن داغستان ومن السعودية ومن اليمن ومن الجزائر ومن تونس ومن كل الدول العربية وغير العربية. إذن من أدخل هؤلاء
إلى سوريا ومن سلحهم ليقتلوا الشعب السوري وينكلوا بالشعب السوري، مما اضطرت أجهزة الأمن وأجهزة القوة للجيش السوري أن يرد وأن يحمي الشعب السوري من ويلات هؤلاء. نحن عشنا سنين إرهاب وندرك ما معنى الإرهاب وندرك ما هي أساليب الإرهاب التي يستعملونها. واضح جدا. سأعود إليك أستاذ أحمد كامل، ابقى معي، سأعود إليك من إسطنبول. ولكن قبل ذلك الدكتور صفوان هنا. دكتور، يعني أنت تتابع يوميا أنه ربما بعدما طالب العالم كله في حقبات سابقة وفي مرات سابقة برحيل الأسد، اليوم تقريبا هناك تحول جذري، يعني كل العالم يجمع على أنه لا حل في سوريا إلا بالتعاون مع بشار الأسد كرقم فاعل في المعادلة. لا والله الأستاذ كامل لا يجب أن يتحسس لي، هذا مجرد إحنا نحلل الوضع قائم. نعم. لا ندعم بشار الأسد لا من قريب ولا من بعيد، هذا أما هذا شأن سوري داخلي، لكن نحلل الأوضاع العالمية وهذا من حقنا، قد نصيب وقد نخطئ. نعم. بطبيعة الحال لا يمكن أن نقبل أن تكون هناك جرائم حرب، لا نقبل أن يكون هناك مدنيين قتلى إلى غير ذلك، هذا شيء مفروغ منه يا أستاذ كامل، لكن الأمر أكثر من ذلك. أنا أريد فقط أن الأمر أكثر من ذلك. يحدثك صفوان كشخص من الجزائر، يا أستاذ كامل القوة العالمية هي التي تتحكم في الأمور. القوة العالمية سوريا وروسيا وإيران والصين هم الذين يتحكمون في الأمور حاليا في الساحة السورية. نحن نقوم بعملية تشريح وتحليل للوضع السوري وفقط. هناك لاعبين كبار، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تركيا إلى غير ذلك. فقط خليني أعود في آخر مرة للأستاذ أحمد كامل من سوريا، ولكن رجاء أستاذ يعني في أقل من 50 ثانية لأن الوقت يدركنا. فوز بشار الأسد بنسبة 95.1% هذه المرة، بغض النظر على حقيقة الأرقام أو زيفها، هل تعزز هذه النسبة مكانته أمام النظام الدولي أم ربما ستكون سببا في توسيع عزلته عالميا؟ أنا لا يهمني النظام الدولي، وأنتم يجب أن لا يهمكم إلا الشعب السوري، نحن أشقاءكم، يجب أن يهمكم الشعب السوري، نحن أشقاءكم بالدم، نحن أشقاءكم بالدين، نحن أشقاءكم باللغة، نحن أشقاءكم 100% مش 99%، نحن الذين يجب أن يكون اهتمامكم علينا، نحن الذين نقتل، نحن الذين قتل منا مليون وشردت من ملايين من قبل النظام، والأخ يقول لك اجوا فصائل من كل أنحاء العالم، الإرهابيين أخرجهم النظام من السجون، خرجوا من سجون النظام، هو الذين أطلقهم، نحن لسنا إرهابيين، نحن هدفنا إلى سوريا من أدخلها ومن سلحها، هو النظام، هو النظام، هو النظام بشار الأسد. معك. حتى تقول أنت ويقول الناس شوف وقتنا انتهى، كنا لود أن نواصل هذا النقاش، ولكن للأسف الشديد أدركنا الوقت فينا. أستاذ أحمد، رجاء أستاذ أحمد أدركنا الوقت، وقتنا انتهى. إذن مشاهدينا الكرام، بشار الأسد الحاكم العربي السابق واللاحق كان موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج اتجاهات عبر قناة الوطنية من الجزائر. أذكر مشاهدينا الكرام في الجزائر وخارج الجزائر بطبيعة الحال أننا ناقشنا الموضوع كظاهرة سياسية عربية دون أي موقف من شخص الرئيس بشار الأسد أو من المعارضة السورية سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا، فنحن إعلاميون ولسنا حزبا سياسيا. أشكر الأستاذ أحمد كامل الصحفي والمحلل السياسي وأيضا الناطق باسم المعارضة السورية، كان معنا عن طريق خدمة سكايب من إسطنبول التركية. أشكر أيضا الأستاذ الدكتور عصام صفوان حسيني الأستاذ والباحث الجامعي من جامعة الجزائر، وبطبيعة الحال الشكر موصول للأستاذ أحمد كروش الخبير الأمني والمراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام. الشكر أيضا موصول للفريق التقني الذي رافقني في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، سلام.